أهلا بيكم. في عالم موازي بيقدر مجموعة من الناس النوم يخترعوا جهاز بيتحكم في مشاعر أي حد. لكن قبل ما نبدأ ولو لسه جديد معنا ما تنساش لايك وشير وكومنت للقناة عشان نكبر بيكم. بيبدأ فيلمنا في سجن ومركز بحوث اسمه راس العنكبوت، واللي ممنوع يدخله أي شخص بدون إذن. وفي يوم بيجمعوا كل المسجونين عشان يستعدوا للأبحاث اللي بتتعمل عليهم دايما، وبيتم طلب شخص اسمه جيف عشان يروح الاختبار. فبيحقنوه بدواء غريب، وبنلاحظ باحث بيكتب استنتاجاته. وأول ما جيف خلع القناع عن عينه بيلاقي نفسه في جنينة وما بيصدقش نفسه. وأول ما رجع بيلاقي ليزي سجينة زميلته واللي كانت مستجدة في المكان، وبتكون مندمجة مع الأغاني. وأول ما شافته بتسأله كان مختفي فين، فبيعرفها إنه كان في رحلة عشان يجربوا العلاج الجديد. وبيمدحها على الأكل اللي عاملاه، ولما بتسأله عن الدواء بيعرفها إن تأثيره راح ومش فاكر أي حاجة. وبعد فترة بيفتكر ذكرياته قبل ما يدخل السجن لما كان مع حبيبته. أول ما فكروا يسافروا مع بعض جزيرة فيجي، فبتظهر شريحة معدنية بتنور في جسمه من غير ما يحس، وبتقف ذكرياته اللي كان فيها وبيقرر ينام. وتاني يوم بيبدأ يوم المعتاد، وبيظهر باحث مستمر في اللي بيعمله، وبتحضر ليزي القهوة في نفس الوقت اللي بيحضر فيه جيف جلسة مع الدكتور ستيف. فبتدخل واحدة اسمها هيزر عشان تشاركه في بحث راس العنكبوت، وبيبدأ ستيف يسألهم لو كانوا اتقابلوا قبل كده. فبينفوا ده، وبيبان على جيف وهيزر ان في حاجة غلط، وبيديهم ستيف حقنة الدواء اللي بيجربه واللي كان اسمها فورتي. فبتتغير مشاعرهم وكأنهم يعرفوا بعض من فترة طويلة. فبيفرح ستيف جدا وفريقه بالإنجاز ده، وبالذات ان الدواء بتاعهم بدأ يغير من مشاعر البشر. وبيطلب الباحث مراقبتهم لأن ده ممكن يكون نتيجة انهم مغرمين ببعض من فترة. وبمرور الوقت بيبدأ تأثير الدواء يزول، وبتنور الشريحة جوه جسم جيف. وبيشكرهم على مشاركتهم في التجربة، فبيروح جيف لليز تاني وبتعرفوا انها دخلت السجن عشان كانت بتسرق هي وصاحبتها. فبيرجع جيف تاني لأوضة التجارب، لكن المرة دي بتدخل واحدة تانية اسمها سارة تحت تأثير العلاج، وبيتعرفوا على بعض. وبيبدأ جيف جرعة تانية، وبيروح بعدها لمهندس الصيانة وبيفحصوا جهازه، لكن بيسأله لو كان في دواء للنسيان اخترعوه لأنه بيتمنى ينسى كل حاجة من ذكرياته. فبيخلص المهندس وبيطلب من جيف إنه ما يقربش للجهاز تاني لا يحصل فيه مشكلة كبيرة، وساعتها مش هيقدر يسيطر عليه. فبيرجع جيف لأوضة التجارب وبيلاقي ستيف مستنيه هو والباحث مارك، لكن بيلاحظ واحد من المتطوعين قاعد بياكل بشراهة، وفي الناحية التانية كانت موجودة سارة وليز. فبيسأله جيف لو قدامه فرصة إنه يحقن واحدة منهم بحقنة ظلام النفوس هيختار مين فيهم؟ فبيعرفه إنه هيختار عشوائي، وبيتردد ساعتها. وبيعرض جيف إنه يحقنه بمادة تزود قدرته على الكلام، لكن بيستغرب إنه مش حاسس أي مشاعر تجاه أي حد فيهم، لدرجة حتى مش متردد يدي أي واحدة فيهم حقنة ظلام النفوس. وبيعرفوا بعدها إنه أخذ العلاج ده قبل كده ومش عايز أي حد يمر بنفس التجربة مش أكتر. فبيوافق ستيف على كلامه وبيقرر ما يديش حد العلاج ده تاني، لكن بيكون عاوز يعرف أكتر عن تأثير دواء إنفورتي على أي حد بياخده. ومع الوقت بيلاحظ نفس الاستجابة عليهم، وبيعرف من جيف إنه حب قبل كده وأكيد بيمر بتجربة الوحدة. فبيعرفوا إن بحثهم ده مهم جدا لأنه هيساعد الناس تحب وتتحب، ومحدش هيحس بالوحدة أبدا. فبيروح جيف بعدها عشان يبعت رسالة لحبيبته في الميعاد المعتاد واللي كان بيطلع فيه فوق الجبل مع الحراس، لكن بيعرفها ساعتها إنه ما عادش هيبعت لها تاني، وإنه اتعرف على واحدة اسمها ليزي في السجن واتعلق بيها. فبيرجع لليز بهدية وبيديها لها وبيبتسم ويمشي. وتاني يوم كان في أوضة الاختبار، لكن المرة دي كان معاه راجل بدل واحدة. فبيرفض ياخد الحقنة عشان مش عاوز يشوف المشاعر بتاعته هتظهر ازاي في وجود أي راجل. فبيتوتر أكتر وبيساوموه، لكن بيرفض وبيقبلوا كلامه. لكن ستيف بيعرف المساعد بتاعه إنه هيأجل استخدام حقنة ظلام النفوس كمان شوية، وبيطلب من مارك إنه يخرج برا الجزيرة وما يشغلش باله بأي حاجة الفترة دي. فبيودعه، وبعد فترة بيكون جيف مع ليز بيحكي لها عن حقنة ظلام النفوس، وإنه لما أخدها كان إحساسه وحش جدا لدرجة إنه كان عاوز ينهي حياته. فبتسأله لو حد خد الدواء ده من المتطوعين، فبيعرفها إن مفيش حد لسه خده لحد دلوقت، وبيكون خايف من التجارب دي دايما بما إنه بدأ ينسى ذكريات من حياته قبل ما يدخل السجن.
لكن الوقت اللي بيقضيه معاها بالنسبة له أسعد لحظات حياته. وبعد ما رجع مارك بيطلب ستيف منه ياخد جرعة من الدواء اللي شغالين عليه، فبيحط الشريحة في جسمه وبينصحه بجرعات معينة في أوقات متحددة. وبيدخل عليهم جيف وبيخبي ستيف الدواء بسرعة، وبيروح لأوضة الاختبارات وبنعرف إن هيزر هتاخد جرعات من ظلام النفوس عشان يتأكدوا من مشاعر جيف ناحية هيزر. فبيطلب ستيف من جيف موافقة إنهم يحقنوا هيزر بدواء ظلام النفوس، وبيوافق جيف بعد تردد. وفجأة بيلاحظوا تغيير في مشاعر هيزر وإنها تحولت لوحش، فبيحاول مارك يوقف الشريحة بسرعة لكنهم بيفقدوا السيطرة عليها، وبيقرر ستيف إنه يدخل الأوضة ويوقف هيزر بنفسه. وللأسف قبل ما يحصل كده بتتخلص من نفسها وبتنتهي حياتها. فبيجري ستيف عليها وبتقع منه المفاتيح، وبينتهز جيف الفرصة وبياخدها وبيفتح درج المكتب وبيلاحظ ملاحظات ستيف وبيقراها من وراه، وبيرجع كل حاجة لمكانها قبل ما ستيف يرجع. وبقى المكان كله فوضى، ولسه مارك بيحاول يقنع ستيف ان الموضوع هيخرج عن السيطرة، وبرضه بيكون ستيف مش مقتنع بأي حاجة، وبيداروا على كل اللي حصل وبيخفوا كل الجرائم اللي عملوها لمجرد بس تستمر التجارب بتاعتهم. وبياخدوا دواء بعدها لمجرد بس يحسوا بالسعادة طول الوقت، وبينسوا بسببه أي حاجة تضايق. وتاني يوم بيجربوا تأثير دواء ظلام النفوس على ليزي اللي بتصوت وبتخاف من أي حاجة قدامها في الأوضة، فبيستغربوا من رد فعلها. وبعد فترة بتحكي الجيف عن كل اللي حصل وبتقرر ترجع للسجن الحكومي. فبيفتكر جيف ذكرياته مع حبيبته لما كانوا خارجين في عربية سوا مع صاحبهم وعملوا حادثة عنيفة ومحدش نجا منها غيره. فبتواسيه ليزي وبيدخل ستيف عليهم وبيقاطعهم، وبيفضل طول الوقت يراقبهم من غير ما يعرفوا. وتاني يوم بيقرروا انهم يدوا الدواء لحد ما شاركش في التجارب دي قبل كده، وبيعترض عليه جيف وبيتعصب اكتر وبيسيبه يمشي. وبيعرف ان مفيش لجنة منظمة للموضوع اصلا ولا اي حد بيراقب التجارب دي، وان كل اللي بيعمله ستيف ده لمجرد بس مصلحته الشخصية. فبيعرف من مارك انه مغصوب عليه يشتغل مع ستيف لمجرد بس يغيروا العالم، لكن جيف بيوعد مارك انه هيخرجوا من كل اللي فيه لو اتفقوا مع بعض ضد ستيف. وبيروح جيف لأوضة الاختبارات وبيطلب منه يبدأوا التجربة تاني، فبيطلب منه انه يحقن ليز باخر جرعة من الدواء، لكن جيف بيرفض وبيتعصب ستيف وبيضطروا يحقنوها غصب عنه. وبيعرف جيف ان السبب الحقيقي لدخول ليزي السجن انها موتت بنتها، فبتعترف ان غصب عنها حصل الكلام ده لما كانت في موقف العربيات ونسيت بنتها وللأسف ماتت. فبتنهار وبتطلب منهم يحقنوها بالدواء بسرعة بجرعات اكبر، لكن بينتهز جيف الفرصة وبدل ما يحقنها بيحقن ستيف على شريحته بعد ما عرف قصتها من مارك. وبيجربوا الدواء على ستيف، وبدل من كل ده بيحقنوه بدواء تاني، واللي كان بياخد الدواء ده بقى كان بينفذ أوامر أي حد حتى لو ضد مصلحته الشخصية. وفي نفس الوقت كانت بتنهار ليز، وبيلحقها جيف بسرعة قبل ما تموت نفسها بعد ما كانت خدت جرعة من ظلام النفوس. وبيقرروا يهربوا من المكان، لكن بيفوق ستيف من اللي هو فيه وبينبه باقي المساجين ان ليز وجيف هيهربوا وبسبب كده هينتهي البرنامج، وبيحاولوا يوقفوهم لكن بتوصل الشرطة مع مارك. وبيحاول ساعتها ستيف انه يهرب مع باقي عينات الدواء، وبيركب طيارة، وقبل ما يهرب بتتدمر طيارته اللي في نفس الوقت بيهرب فيه جيف وليز في مركب عشان يكملوا حياتهم سوا. وانتهى فيلمنا النهاردة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وكومنت للقناة عشان نكبر بيكم. يلا باي.